السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون. منذ أن سيطر التيار المدخلي على الهيئة العامة للأوقاف بطرابلس وهي تثير المشاكل وتحرك الفتن، فبعد موقفهم الغامض من عدوان حفتر على العاصمة، وبعد الفتنة التي أثاروها بسبب تطفلهم على الإعلان عن عيد الفطر المبارك، جاء الدور على حجاج بيت الله الحرام لتطالها أيادي الأوقاف العابثة. فمتى تتدخل حكومة الوفاق وتوقف هذه الفوضى؟ الهيئة العامة للأوقاف وشكاوى الحجاج هو موضوع تغطيتنا لهذه الليلة، لكن بعد هذا التقرير. بعد موقفهم الرمادي من العدوان على طرابلس وتأخرهم في إصدار بيان يدين هذا الاعتداء، وبعد موقفهم غير القانوني في إعلانهم رؤية هلال عيد الفطر، ما زال المسؤولون في الهيئة العامة للأوقاف بطرابلس يواصلون العزف المنفرد والاستحواذ على هيئة الأوقاف الليبية، حيث كان حج هذا العام قاسيا وصعبا على البعثة الليبية بسبب سوء تنسيق لجان الحج وعدم متابعتهم للحجيج، كما ورد ذلك على لسان أكثر من حاج اشتكوا الهيئة ولجانها، حيث أكدت مصادر مطلعة للتناصح أن رئيس الأوقاف عين أفرادا ينتمون للتيار المدخلي على غالبية لجان الحج، وأن وضع الحجاج في منى كان سيئا جدا، حيث اشتكى الحجيج من ضيق أماكن النزل، ووصل الأمر لكثير منهم لافتراش الممرات في يوم عرفة، حيث هطلت أمطار غزيرة زادت من معاناة الحجاج، كما اشتكى الحجاج من رداءة الطعام الجاف الذي قدم لهم ووصفه بعضهم بأنه غير صحي. كما نقلت منظمة الرقيب الليبية على صفحتها في الفيسبوك بأنها قد ورد إليها كثير من الشكاوى المتعلقة بالأوضاع السيئة التي يواجهها حجاج البعثة الليبية الرسمية من تدني خدمات الأكل والشرب، ونشرت المنظمة بعض الصور التي استلمتها من بعض الحجاج. الهيئة العامة للأوقاف شعرت بالحرج وحاولت إظهار بعض اللقاءات مع الحجيج، فأجرت لقاءين فقط، شكر أحدهما هيئة أوقاف الحكومة الموازية لحكومة الوفاق دون ما أن يشير لهيئة الأوقاف في طرابلس. حسين الشيخي منطقة بنغازي، من أول ما طلع أسامينا وبسم الله ما شاء الله، الهيئة العامة للأوقاف بنغازي والشباب المشرفين بسم الله ما شاء الله. فهل تستدرك حكومة الوفاق العبث الحاصل في الهيئة العامة للأوقاف، أم ستترك الحبل على الغارب؟ مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون، معي في هذه التغطية الخاصة الشيخ رياض صاكي الخطيب والواعظ من اسطنبول، وكذلك الشيخ عبد العزيز السويحلي الخطيب والواعظ أيضا في من مصراتة، وأيضا معي أحد الحجاج هذه لهذا العام وهو الحاج عادل الصيد، وكذلك سيكون معنا بعد قليل الحاج عبد الرحمن أحد حجاج هذا العام أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل حج الجميع. وبداية نرحب بضيوفي الكرام، ولعل نبدأ بالحاج عادل الصيد. معي الحاج عادل الصيد، السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك حاج عادل. حاج عادل، لو تطلعنا الآن على يعني مدى كيف سار الحج هذا العام، ومدى رضا الحجاج عن أداء لجان الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم ونبارك على سيد المرسلين ثم أما بعد، طبعا محييك سيد عبد الله والمشايخ الفضلات قناة التناصح، ونشكر القناة على اهتمامها بالحجيج لهذا العام. في البداية أود أن ألفت انتباه الأخوة المشاهدين بأن الحجاج لهذا العام عانى الأمرين من الإقامة والرعاية الصحية والتنظيف
وما إلى ذلك من أمور كانت بالترتيبات عند البعثة. الحقيقة يعني ما لوحظ عن البعثة في هذه الفترة هي عدم الاهتمام الكلي بالحجيج. الغاية والغرض من البعثة إن هو يأخذ عدد 47 حاج ويكون مشرف عليهم ويخرج بهم إلى المشاعر ويتركهم ويذهب إلى حال سبيل. هذا ما لاحظناه. الإقامة كانت في فندق فخم فعلا بجوار الحرم اسمه فندق أنجم، ولكن الترتيبات الإدارية داخل الفندق لا تليق بالحاج الليبي الحقيقة، لأن الغرفة معدة إلى شخصين يوجد فيها 4، والغرفة المعدة إلى 4 يوجد فيها 6. فهذه واحدة من المآسي التي يعانيها الحاج في الحرم المكي. وبعدين الازدحام على المصاعد وعلى السلالم، الازدحام أيضا في المطاعم المعدة للأكل، بالإضافة إلى أن لا توجد أماكن مخصصة إلى النساء مثلا لفصلهن على الرجال. المرأة والرجل على حد سواء في طابور واحد على مائدة الطعام. هذا يعني الحقيقة منظر يعني يندلعه الجبين. نسمع في يوم من الأيام أن الحجاج الليبيين وصلوا إلى هذا الحال الحقيقة، يعني على مدى السنين الماضية. أما بخصوص طبعا المشاعر، ولا أطيع عليكم، أحب أن أنوه هنا في حويصلة صغيرة. الحقيقة أن هناك أشخاص يحجون كل عام وليس لهم علاقة لا بالأصاف ولا بأي جهة اعتبارية، يعني لا علاقة بالحجيج، وكل عام يحج. وهناك بالمقابل ناس كبار في السن وصلت أعمارهم إلى 70 و80 سنة، وكل عام يقدم على الحج ولا يحلفه الحب في ذلك. فتجد هذه ناحية يعني سيئة جدا. الفرصة هذه كانت تأخذ بها شخص آخر. أنت حجيت أكثر من مرة، اللي عند الآن حوالي 5 مرات تحج على 5 سنوات على التوالي، أترك الفرصة لغيرك. كلهم أتباع هذا السلك، يعني انصح التعبير يعني. هذا من هل تقصد أن تيار المداخلة في هذا العام أنا يعني والله كثير لا من أصنف أحد يا أخوي عبد الله. نعم. أنا لا أصنف أحد على أي تيار. نعم. لكن المسؤولين في هذه الجهة هم الذين يتحملون المسؤولية في هذه الجزئية. طيب، يعني المفترض يا شيخ حاج عادل لحظة بس، المفترض أن هو المفترض أن هذه إدارة الحج والعمرة وهي البعثة خاصة بالحجاج هي إدارة رسمية من قبل حكومة الوفاق، هي ليس لها صفة يعني حزبية أو تمثل تيار بعينه. هل لاحظت أن هناك شيء من هذا؟ هذا من المفروض ان يكون كذلك يعني، لكن الاغلبيه من الشباب الملتزمين. يعني انا لا اريد ان اصنف هنا، اقول هذا سياره كذا ولا اخواني ولا سلفي ولا تكفيري، لا اريد ان اصنف احد، ولكن الذين يحتوون هذه البعثه اكثرهم شباب ملتزمون، هذا الذي اقوله. طيب بالنسبه للمشاعر، يعني كيف كان الحال في منى؟ بالنسبة للمشاعر، طبعا في مشاعر في مشاعر منى، يعني الحقيقة حالة يرتى لها ويندى لها الجبين. ولم تسبق أن يوم من الأيام على مدى السنين الماضية أن حاج واحد اشتكى من هذه المشاعر. نعم. الآن ينامون في يعني في ممر بعرض 2 أو 2.5 متر، وتجد فيه يعني فرشة على اليمين وفرشة على اليسار، وبينهم ممر لا كاد إن يمر من سقف، تمر من العجوز والمرأة والرجل والناس نيام تحت الممرات. لماذا إلى ذلك؟ ليس لهم مكان في الخيام، المفترض يكونوا في خيام. المفترض يكون في الخيام، لأن أقول لك الأسباب مثلا في ليبيا ممكن الذين يعني يفدون الحج بالنسبة الليبية حوالي 8000 حاج. الموجودين داخل المخيم يتعدى 11000 حاج. من أين أتوا هؤلاء لا نعلم. نعم.
طيب في بالنسبة لل... يعني حوالي يا حاج عادل، حتى نعطي الفرصة نعم. أيضا للمشايخ للتعليق والشرح، يعني ما من يلجأ الحاج في الفتوى عندما يريد أن يسأل عن أمور دينه وعن أداء المناسك، يسأل من؟ هل هناك مشايخ وضعتهم البعثة في هذا للإجابة عن الأسئلة؟ بالأمانة بالأمانة لم أرى منهم أحد سوى واحد فقط، يدعى الشيخ أيوب. لا أعرفه الحقيقة، أول مرة أني أشوف هذا واحد فقط هو الذي شاهدناه. نعم. طيب بالنسبة للمسرفين في اللجان، هل يستمعون إلى شكاوى الحجاج ويلبون المطالب؟ يرفضون ذلك وبشدة، ويتهربون من هذا، من شكاوى الحجاج يتهربون، وكلهم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قدر الله ما شاء فعل. اصبر يا حاج، أنت في حج، أنت لازم تتعب، لازم قطع من العذاب. وهذا الكلام أنا مسؤول عنه، وأحيانا عندما تسد معه في الكلام يقول لك لا تجادل، لا رفع جدالة ولا فسوق في الحج. هل المطالبة بالحقوق عناية من البعثة تعتبر من الجدال، تعد من الجدال أم لا؟ هذا أمر نعم، هذا ربما من الفهم الخاطئ لهذه الآية وليس في من الدين في شيء. لعل نستمع إلى، أرجو أن تبقى معي حاج عادل الصيد، أرجو أن تبقى معي. إذا عذرا على الإطالة، نرحب بشيخ رياض صاكي الخطيب الواعظ من إسطنبول. شيخ رياض، ربما استمعت إلى شهادة أحد الحجاج في هذا العام، والسؤال شيخ رياض، ربما هيئة الأوقاف معلوم أنها يعني على رأسها وفي مفاصلها تيار محدد وهو التيار المدخلي، وربما أيضا بعثة الحج هذا العام اصطبغت وكان غالبها من هذا التيار، ولكن السؤال ربما نريد نستمع إلى تعليق حول ما استمعت إليه من شهادة الحاج عادل، وأيضا شاهدنا ربما في ما نقل إلينا من الصور من هذه الفنادق التي ينزل فيها الحجاج الليبيين، أن هناك استندات تعرض أسماء مشايخ محددين بأسمائهم وأرقام هواتفهم لكي يعود إليها الحجاج في الفتوى. هؤلاء من نفس التيار، كيف يتم اختيار مشايخ للفتوى بدون أن يلتزموا أو لا نعرف عنهم أنهم مؤهلون للفتوى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا تحية لك شيخ عبد الله، وتحية لضيفك الكريم، وتحية للسادة المشاهدين والمشاهدات. الحقيقة الحديث على يعني هذا التيار وافتيات هذا التيار يعني تكرر فيه كثيرا. نحن الآن يعني تيار يؤسس من سنوات لقضية طاعة ولي الأمر والتزام بولاية الأمر وعدم الخروج على الحاكم، وحتى النصيحة بالنسبة لهم يعتبرونها نوع من الخروج، ويعني صدعون بهذا الكلام لسنوات. ثم نجدهم اليوم حقيقة يتمادوا في كل شيء، يعني تجاوزوا مبدأ النصيحة والأمر المعروف إلى السلاح، وتجاوزوا مبدأ طاعة ولي الأمر إلى الافتيات على ولاة الأمر. أنت تتكلم على مؤسسة أوقاف، يعني وظيفتها محددة معروفة، مؤسسة الأوقاف ليس من مهامها الفتوى، ليس من مهامها إرسال المفتين، يعني أقصى وظيفة ممكن أن تقوم بها دار يعني هيئة الأوقاف هي أن ترسل بعض الوعاظ لنوع من الاهتمام أو الوقوف على بعض مشاكل الحجاج. أما الفتوى فلها يعني أصحابها ولها مرجحات نستطيع من خلالها نضع فلان مفتي وغير مفتي. الإشكالية الكبيرة أنه يعني هذا التيار يعني ابتدع لنا بدعة وهو يحذر من البدع اسمها تزكية الشيخ فلان،
يعني هذا فلان الفلاني لعباني أو غير لعباني، والله زكاه الشيخ ربيع المدخلي. من المزكي ومن المزكى وشنو يعني ما مفهوم التزكية أصلا في ذاته؟ هذا بروحه يحتاج، هذا أمر يحتاج إلى نقاش. يعني فيش يعني العلماء لما تكلموا على يعني تلقي العلم جعلوا هناك إجازات علمية. أنت لما تكلم على شخص قل هذا طالب علم أو هذا مفتي، إذن هو عنده إجازات علمية، يا فلان الفلاني، يا من كتبت أسماءكم في الستاند، وأنا لا أريد الآن التشهير بأسماء لكن هي أسماء معروفة كل الحجاج يعرفونها، ما هي مؤهلاتكم العلمية؟ يعني من أيام المعاهد العلمية التي يعني أنشئت من عهد صلاح الدين إلى اليوم، هناك آلية، إما أن يكون هناك تلقي لعلوم معينة عن علماء تؤخذ على ضوها إجازات في هذه العلوم، أو الآن بالآلية الحديثة على الأقل هناك شهادات علمية في المجال الشرعي تؤهل الشخص على الأقل أو تعطينا انطباع على مستواه العلمي. الآن هؤلاء ما هي رتبتهم العلمية؟ هل هم يعني متخصصين ابتداء في علوم الشريعة؟ طيب طيب يا هل درسوا شيخ فعلا يعني شيخ رياض على مشايخ؟ عذرا شيخ رياض، لكن الآن على صفحة إدارة الحج والعمرة يعني تقول من ضمن كلامي أن هذا الحج هذا العام يقولون أنه هكذا حرصنا فيه على إعانة حجاجنا الأبرار، يقول لإقامة المناسك المباركة وفق ما جاء في الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وقد كان هذا الموسم عنوانا على التوحيد والسنة. وأيضا يقولون وقد ازدانت البعثة الليبية للحج بعدد من أهل العلم المعروفين من لدى الجميع بمنهجهم القويم وببعدهم عن جميع التحزبات السياسية والحركية. يعني ما من هم أهل العلم المعروفين اللي يحكوا عليهم؟ يعني ما شن هي الأسماء الآن اللي يعرفها القاصي؟ نعم. يعني من يعرف في ليبيا الأسماء التي ذكرت في هذا نعم. الستاند؟ بل للأسف نحن اكتشفنا أن أحدهم عبارة عن يعني صاحب مكتب قانوني، هو زي ما نقول محرر عقود، موثق قانوني، إذا كان بيفتلم على وفق المحكمة محرر عقود، يعني ممكن بيفتلم على وفق المحكمة الابتدائية ولا ما نعرفش، لكن إذا كان بيفتلم بالشريعة هو مش متخصص الشريعة. طيب. والسؤال اللي يطرح ما هي مؤهلاتهم؟ وهذه شيخ عبد الله أنا سمحني ممكن نستطرد فيها شوية. الإشكالية اللي قاعدة تصير لنا من هذه رأي من قديم، يقول لك فلان والله هذا راهو دارس على الشيخ مقبل، فلان والله دارس على الشيخ الألباني، فلان من تلاميذ الشيخ الألباني. يا أستاذي نعم. شنو تلمذت على الشيخ الألباني؟ حتى الأسماء الآن المعروفة عبد العلي عبد الحميد، شن هي ما هي العلوم التي تأسسوا فيها على هذا العالم؟ أعطيني ما يثبت كون أن الشيخ عنده مجالس يهدرس فيها مع طلبة ولا يسجلوا له في بعض الفتاوى أو حوارات، هذا لا تؤهل أن يكون هذا طالب على فلان ولا تلقى عليه العلم. ونفس القضية والله فلان مشال اليمن ما ندروش عليه درس ولا ما درس، وأنا نعرف حالات وأشخاص يعني مشوا نصبوا على ناس في اليمن، سرقوا من البقالات غادي ونعرفهم بأسماء ممكن يسمعوا فيها ويعرفوا روحهم، يجيك ويقول لك والله درست على الشيخ مقبل. الشيخ مقبل الوادعي كان رحمه الله يعلم الناس في قضية الجرح والتعديل وعلم الرجال. إذا كان فيه شخص ثاني بيقول لك درست لغة عربية ولا فقه ولا وصول، راهو يدرس على طلبة لم يدرسوا حتى على الشيخ، عبارة أنه هو عنده آلية تعلم بها أشرطة، درست على الشيخ آخر، يديروا في حلقات لأصاغر، يدرسوا على أصاغر ويجي يقول لك والله تلقي العلم على الأكابر. الشيخ ما المدعو الشيخ ربيع المدخلي من درس عنه في بيته نعم. يقول لك اليوم هو ليس بعالم ولا طالب علم ولا عنده علم أصلا، شنو هو العلم اللي تلقوه على ربيع المدخلي؟ إذا كان هو طيب طيب يا شيخ رياض، إذا يا شيخ رياض كانت هي الكثير من الأخطاء يا شيخ رياض، شنو العلم الشرعي في كتب اللي يكتب فيها غير السب والشتم والجرح وال... طيب ما شيخ هو رياض. العلم أعطيني معطيات، أعطيني علم حقيقي. عذرا على المقاطعة، لما نقوله سمحني بالله لما نقوله الشيخ صادق الغرياني نتكلموا عليه تأليف، نتكلموا عليه تعليم، نتكلموا عليه حلقات. لما نقوله الشيخ العتيمين رحمة الله عليه نتكلموا عليه تأليف، نتكلموا عليه حلقات، نتكلموا عليه علم. هادو وين حلقاتهم؟ وين علمهم؟ وين طلابهم؟ شنو اللي تلقوه؟ أعطيني إجازاتك في العلم. قل لي أنا درست أصول فقه على الشيخ الفلاني، درست الفقه على الشيخ الفلاني، هذه إجازة من العالم الفلاني، ما عندكش.
وهذا هذا اضعف الايمان، والا والا كان هذا ما يدرسه، والا شهادات العلميه هي التي تضبط. ولكن حتى لا اطيل على الشيخ عبد العزيز السويحلي، عذرا شيخ عبد العزيز، اولا نرحب بك شيخ عبد العزيز السويحلي. وشيخ عبد العزيز، ربما الان هيئه العامه الاوقاف ومنها كذلك ايضا ما يتبعها من اداره الحج، يعني بعد يعني استيلاء او تنصيب احد هذا التيار، التيار المدخلي، لاحظنا قيامه باقصاء اغلب الخطباء الذين لا ينتمون لنفس هذا التيار، حتى ان احد المشايخ ذكر بان كانت هناك مجلة تصدر عن هيئة الاوقاف يكتب فيها كثير من مشايخ ليبيا، وصدر منها اعداد كثيرة، بمجرد أن استلم هذا التيار لهيئة الأوقاف وقفت هذه المجلة، وبالتالي نرى هذا الإقصاء أيضا حتى في بعثة الحج، ولا نشهد حج يعني مشايخ ليبيين من غير هذا التيار يفتون للحجاج. نعم شيخ عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله تعالى وبركاته. أستاذ عبد الله والإخوة العاملين في هذه القناة المباركة، تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. ونسأل الله تعالى أن يجازي حجاجنا في بيت الله الحرام بحج مبرور وذنب مغفور. هذا أولا. ثانيا، فيما يتعلق بموضوع البعثة وموضوع تعيين لجنة الإفتاء مع الحجيج هنالك التي عينتها وكلفتها الهيئة العامة للأوقاف، الموضوع أحكي فيه يعني دعني في زمن بسيط أستاذ عبد الله والإخوة المشاهدين. هذه الأمور وهذه الشعائر وما يتعلق بالحج حقيقة، والكلام يكون بتجرد، الحج شعيرة من الشعائر، وهو ركن من الأركان، له مسالكه وله يعني أمور كثيرة تتعلق به، فرائضه، مندوباته، مستحباته، يعني لا شك أن هذه الأمور أستاذ عبد الله يعني باعتبارها من الأمور الفقهية لا شك أن فيها وأن تعتبرها الاختلافات الفقهية بين المذاهب المعتبرة والمعروفة. واللجنة التي وضعت أو لجنة الإفتاء التي تبعت الحجيج والتي رأينا منها بعض الأسماء حقيقة، يعني أنا شخصيا لا أعرفها ولم أسمع بهذه الأسماء سابقا ولا إلى الآن. يعني فالسؤال المهم والذي يطرح نفسه هنا، بما أن الحج شعيرة من الشعائر المهمة وهو ركن من أركان الإسلام، ووفود الحجيج تترى إلى بيت الله الحرام، أسئلة أريد أن أطرحها يسمحها رئيس الوزير الأوقاف وحتى اللجنة التي يعني ذهبت إلى هنالك. السؤال، بما يعني أفتوا الحجيج هنالك، هل أفتوهم بمشهور المذهب المالكي الذي تكون يعني فيه ليبيا وتتبعه بلدنا ليبيا، أم أن هذه اللجنة يعني كان لها إفتاء وكان لها آراء فقهية تخالف المذهب المالكي، إن كانوا يتبعون تيارا من التيارات بغض النظر عن ذكر التيار مدخلي إخواني أيا كان؟ فإذا كانت هذه اللجنة التي عينت للإفتاء تتبع تيارا معينا أو فكرا معينا في فقهيات هذه اللجنة للإفتاء في فقهياتها أنها تخالف المذهب المالكي، فحقيقة هذه فتنة، وهذا هو من باب التلبيس على الحجاج ومن باب الإرباك هنالك في الفتوى. السؤال الثاني، الإفتاء أو دار الإفتاء هل هي مؤسسة تتبع حكومة الوفاق أو لا؟ وهي تتبع الحكومة، وكان لزاما على الهيئة في مسألة الإفتاء تخصيصا، يعني كما قال الشيخ رياض قبلي، إذا كان الأمر أمر وعظ فهذا لا ضير، ما
فيش إشكال. أما إذا كان الأمر إفتاء فنحن عندنا دار إفتاء يعني فيها من العلماء المعروفين والذين يفتون بمشهور المذهب المالكي ولا يخرجون عن الإفتاء بالمذهب المالكي. فلما لم تعين الهيئة لجنة إفتاء من الدار مثلا من دار الإفتاء؟ ونحن نعلم جميعنا أستاذي الكريم أن دار الإفتاء، وهذا أقولها يعني بتجرد وبإنصاف حقيقة، يعني يأخذها من يريدها ويعني يلقيها من لا يريدها. دار الإفتاء لا تنتمي لا لحزب معين ولا لتيار معين، يعني كلهم نحسبهم كذلك فقهاء مالكيون وراسخون في العلم. كذلك هل هؤلاء يعني يعلمون يعني قيمة الفتوى وخطورة الفتوى أم لا؟ أم أن هنالك حصلت زوبعة من الزوابع التي لم نسمعها وربما سنسمعها يعني تباعا؟ نعم. الأمر يتعلق بأدب المفتي والمستفتي، يعني أدب المفتي والمستفتي أستاذ عبد الله ألفت فيه الكتب ودونت فيه الدواوين. يعني ابن الصلاح الشهرزوري في كتابه في المعروف أدب المفتي والمستفتي يبين أن من الواجب على المفتي أن ينظر حال المستفتي، ومن لوازم حاله أن ينظر في بلده وأن يفتيه بمشهور البلد التي يكون فيها ذلك المذهب، مالكيا كان أم حنبليا أم شافعيا أم حنفيا. فحقيقة الأمر في غاية الخطورة. فهؤلاء المشايخ الذين بعثتهم اللجنة إن كانوا، وهذا كلام أقوله تجردا لله سبحانه وتعالى، إن كانوا فعلا بحق وحقيق، وأنا لا أعرفهم وأستاذ عبد الله معي الآن هو لا يعرفهم كذلك، والشيخ رياض ساكي قبلي هو لا يعرفهم، ولكن أمرهم بينهم وبين ربهم. إذا كانوا أفتوا الحجيج بمشهور المذهب المالكي وكانوا راسخين في الفقه المالكي ولم يأخذوا شيئا من المذاهب الأخرى، إن كانوا يتبعون يعني تيار مدخلي أو غيره يأخذ المذهب الحنبلي يا شيخ عبد العزيز، فحقيقة يجب أن يأخذوا بالمذهب المشهور. عذرنا على المقاطعة شيخ عبد العزيز، ولكن بعض هذه الأسماء الحقيقة نعرفها وهي لا تلتزم بالمذهب المالكي مطلقا، بل تدعي بأنها تلتزم بالدليل وبفقه الكتاب والسنة على الفهم على فهم سلف الأمة كما يقولون، وهم يعني على الأقل بعضهم حتى لا نتجنى على من يكون مؤهل غير مؤهل للفتوى أصلا ولا يعرف بتدريس الكتب الكبار، إنما ربما غاية ما فيه أنه يدرس بعض المتون الصغيرة وهكذا، هذا شيء معروف بأسمائهم. لا نريد الآن، ليست الأمر شخصي حتى نذكر هذه الأسماء، ولكن جزما وقطعا هم لا لا ينتمون لدار الإفتاء ولا ينتمون للمذهب المالكي، وليست لهم علاقة بالمذهب المالكي، وإنما فقط ربما يأخذون من بعض الكتب، كتب الشيخ الألباني وكتب فقه السنة، كتاب مثل فقه السنة إلى آخره، وهذا ربما شأنهم يعني. نعم 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 أستاذ عبد الله، إن كان الأمر كما قلت وأن من بينهم رجالا ومشايخا يعني لا يلتزمون بالمذهب المالكي وأنهم يأخذون بظاهر الدليل وما صح من الدليل ومن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فأنا أقول والذي يعني أحتويه لنفسي والذي أدين لله سبحانه وتعالى به أن الإفتاء بغير المذهب المالكي للحجيج الليبيين يا أستاذ عبد الله حقيقة، وهذا الكلام نقوله للإخوة هؤلاء المشايخ الذين بعثتهم الهيئة، أن هذا يسبب فتنة ويسبب إرباكا. الحج ليس أمرا سهلا، الحج هنالك فيه من الكفارات ومن الهدي ومن الأمور التي ربما تفسد حتى على الحاج حجه، فلا بد حقيقة من الالتزام بالمذهب المالكي حتى لا يحدث فتنة. وابن القيم كذلك وهؤلاء أكيد يعني قرأوا كلام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين وما تكلم فيه عن زمن الفتوى ومكان الفتوى والفتن التي تحصل من جراء الفتوى وأن المفتي موقع عن الله أو عن رب العالمين. فإذا لم يلتزموا بآداب الإفتاء وبالمذهب الذي عليه أهل البلد فلا شك أن في ذلك فتنة وأن فيه خطأ كبيرا وخطأ جسيما. يعني زي ما قلت لك في بداية كلامي، فليتبعوا أي تيار، فليتبعوا تيار أي تيار يشاؤون، ولكن
في مسألة الحج وفي مسألة يا أستاذ عبد الله في مسألة ركن من أركان الإسلام، إذا كنت إخوانيا ألتزم بالمالك، إذا كنت سلفيا مدخليا كما كان الحال ألتزم بالمالك، إذا كنت تبليغيا ألتزم بالمالك، إذا كنت أيا كان من الأفكار يعني لدي لابد أن ألتزم بمشهور المذهب المالكي، ليس تعصبا يا أستاذ عبد الله والكلام للمجاهدين، ولكن درءا للافتتان، لأن مسألة الاختلافات الفقهية إذا حصل فيها نوع من الإرباك، وبخاصة إذا كان المفتي يا أستاذي الكريم إذا كان المفتي ليس من أهل الفتوى فهذه مشكلة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في نهاية الزمان اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله ألا طيب عذرنا شيخ عبد العزيز تكون هنالك يعني من أمور الفتوى ما ضللت وما أربكت. دعني أعود إلى الحاج عادل الصيد أيضا، ربما أخيرا شيخ حاج عادل معي حاج عادل؟ نعم حاج عادل. نعم طيب أخيرا حاج عادل، ربما من ناحية الخدمات الصحية وكذلك أيضا تواجد المشرفين، ذكرت أن هناك شدة ربما ونفور من بعض المشرفين، لكن هناك من ذكر أن حتى في قضية التفويج كان هناك سوء تصرف في المواصلات، وبعض الحجاج قطعوا كيلومترات على أقدامهم بسبب عدم بسوء التنسيق في المواصلات. نعم أخي عبد الله الأمور هذه نعم حدث هناك يعني ربكة في عملية التنسيق في نقل الحجيج من مكان إلى آخر، وهناك عديد من الحجيج قطعوا مسافات الكيلومترات على أقدامهم مشيا، ولكن من ناحية صحية أنا أركز هنا في هذه النقطة، دورات المياه المعدة لمشاعر منا الحقيقة لا تليق بالاستعمال الآدمي، والله عندي صور لها لا تليق بالاستعمال الآدمي، رغم ذلك البعثة الصحية التي لم نراها في مشاعر منا، هناك مراكز صحية للسلطات السعودية، وعندما تريد أن تدخل للكشف أو يعني تحليل السكر أو الضغط تبقى ساعات وساعات. أنا أركز هنا على ناس أبلغ كبار في السن، يعني منهم من يعاني حتى الورم البعيد عنكم حفظهم الله وإياكم، ولا توجد أي رعاية صحية داخل المشاعر، يعني مش من المعقول أنت كبعثة أو كإدارة عامة للحج والعمرة أو كوزارة الأوقاف أو كهيئة الأوقاف يكون تنظيمك سيء لهذه الدرجة، بغض النظر عن أي جهة كنت تتبع لا يهمني، أنا يهمني أن تمثل الدولة الليبية والحجيج الليبي، مش معقولة يوصل بدرجة الحجيج الليبي لهذا المستوى. الطعام كيف كان وضع الطعام؟ ينام في جنب القمامة، والله وبالله طلعي قسما وحاسب عليه إمام الله عز وجل، الحاج الليبي نايم بجوار القمامة، يا أخي اتق الله سبحانه وتعالى، إن كنت سلفيا أو أي جهة كنت يعني الإسلام والدين الوسطي المعتد ليس هكذا، يا أما تكون أنت قد المسؤولية يا أما تنحى يا أخي، والله أنا نقول السهل بمرارة تنحى عن هذا المنصب. نعم أنت طيب. أهلها تنحى كيف كان في ان فلان وعلان وهذا صاحبي وهي مسؤول جهه امنيه وانت تعرف انه هذا لا ينفعهم الله عز وجل. كيف كان الطعام كيف كان بالنسبه الطعام بالنسبه للطعام كان عباره عن معلبات، اكثر من 5 ايام ناكل المعلبات والله يعني والله كلام يعني لا أعرف من أين أبدأ ومن أين أنتهي، ولكن حال سيء جدا يعني. حال جيد. طيب هل قدمتم شكوى للجهة الرسمية لإدارة الحج والعمرة للبعثة في الحج، هل تقدمتم بشكوى لهم؟ والله يا أخي عبد الله أقولك على حاجة، إذا كانت تريد أن تشتكي إلى السلطات السعودية فهذا موضوع آخر، أما إن كنت تشتكي للسلطات للجهات الرقابية الليبية الموجودة في البعثة فالأمر سيئنا يعني. يعني إذا لم أستمع إليك، إذا كنت تقدم ماذا شكوى لمن؟
للجهات الليبية المعتبرة في البعثة. فالأمر زي بعضها يعني زي الوزير الأوقاف زي المشرف بتاع خمسة زي المشرف اللي حاطين عليه 45 نفر. أيوة. زي بعضها يعني. نعم. طيب نشكرك سيد عادل الصيد الحاج أحد حجاج الليبيين لهذا العام، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أعود إليك شيخ رياض. شيخ رياض، نريد منك تعليق حول هذا البوست الآن الذي تقدمت به إدارة الحج والعمرة، وهذا التفاخر والتعالي على الليبيين بوصفهم بكونهم أنهم سيطروا على إدارة الحج والعمرة وأداروا هذا الحج بانفراد في هذا العام، فاعتبروا أن هذا العام هو عام التوحيد والسنة. هل كان الليبيون على الشرك والبدعة في الأعوام السابقة؟ نرجو عرض هذا البوست مخرج، لو تعرض علينا البوست حتى يعلق عليه الشيخ. أي كبر الخط. أيوة نعم نعم. طيب فضل الشيخ رياض. ابتداء نأسف أن جهة رسمية يعني يصدر عنها مثل هذا الكلام اللا مسؤولية. يعني ممكن هذا لو صدر عن أفراد لا غتفر، يعني نعتبروه طيش فرد أو تصرف، لكن لما يصدر باسم إدارة من إدارات الأوقاف هذا بروحها جناية على الأوقاف ووصمة عار في حقها. أما مضمونة فكما تفضلت هو تعالي صريح، لكن باش تكون الصورة واضحة، هذه ليست أول سنة يعني يسيطر فيها التيار المدخلي على الحج. ربما السنة هذه انفردوا، لكن هم من السنوات الماضية يعني كانوا يأخذون النصيب الأوفى في، لكن ربما السنة هذه أظهروا هويتهم بشكل كبير، فكانت كلماتهم بهذه الطريقة الله إنه أنهم أظهروا التوحيد وأظهروا السنة وأظهروا ما ذكروا من كلمات. هو يا ريت لو أظهروا، لا أدري ماذا يقصدون بالتوحيد. يا شيخ رياض، يعني هل فجاجنا اللي بي هو لو أظهروا التوحيد والسنة لكنا معهم في هذا، ولكن أظهروا سوء الخدمات. لا نقصد الألفاظ يعني التعبير. التعبير نقصد أنهم تكلموا بهذا اللفظ. يعني هل كانوا الليبيين مثلا لما يمشوا للحج يقولوا لبيك هبل؟ هل كانوا زي ما تقولي يا سيدي حتى يعني ما هو مظاهر الشرك في 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 حج الليبيين السابق؟ وما هي مظاهر البدعة؟ إلا إذا كان اعتبرنا حج الانفراد هو أو الـ هو من 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 مظاهر البدعة، لأنهم السنة ربما بعض الناس ألزموهم بحج التمتع، ربما دفعوا أيضا الهدي عن الحجاج، لا أدري بأي حق يفعلوا هذا الفعل إذا كان هذا الكلام صحيح. فإذا كان يقصدوا بهذا أنه والله يعني أجبروا الناس على حج التمتع في ظنهم وأنهم بهذا طبقوا السنة، فهذا حقيقة كلام ساقط ولا يحتاج اصلا حتى انه نتكلم عليه. لكن زي ما ذكرت لك هم من سنوات ماضيه مساله مثلا حرصهم على تجاوز مذهب البلد هذا من قديم. انا اذكر وانا كنت مدير اداره للثقافيه والدعويه في ذلك الوقت، وذهب مكتب الاعلام يعني مدير مكتب الاعلام الى مطار معتيقة في ممكن قبل 3 سنوات في موسم الحج، وكانت معه يعني إصدارات لدار الإفتاء في موضوع الحج وكذا، منع في 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 مطار معتيقة أن يوزع هذه الكتيبات، ووزعت كتيبات الشيخ العتيمين والشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ فلان مع تقديرنا لهؤلاء المشايخ، نحن نترحم على هؤلاء جميعا وليس بيننا وبينهم إلا الدعاء لهم بالخير، لكن نحن نتكلم على مسألة أنه البلد مذهبها ليس هو المذهب الذي يدعو إليه هؤلاء، زي ما هم بلد الحرمين تلتزم بمذهب الحنابلة وهؤلاء المشايخ أنفسهم يلتزمون مذهب الحنابلة في 90% من فتاواهم إن خالفوا المذهب، ففي أشياء يعني قليلة جدا، وغالبا أيضا يأخذون إن لم يأخذوا بمشهور المذهب أخذوا بأقوال داخل المذهب إذا كان رأوا مخالفة صريحة للدليل، وهذا حتى في عندنا العلماء المالكية يقومون بذات الطريقة، يفتون بمشهور المذهب إلا إذا كان هناك شيء ربما تتضح فيه المخالفة، ربما يأخذ بقول آخر في المذهب، وهذا ليس بجديد. لكن الإشكالية أنهم يريدوا إلزام الناس بأقوال هؤلاء ويعتبرونها هي السنة وما سواه البدعة، وهنا الضلال. إذا قلنا أنه الخلاف بين أهل العلم في فقه الحج أو في فقه الصلاة
أو في فقه كذا هو خلاف بدعة وسنة، يبقى نحن نضلل كل الأمة، لأنه 90% من الأمة لن تأخذ بأقوال هؤلاء في هذه العبادات. كأنهم إذن بهذه الطريقة يضللون، هذا ليس بجديد عليهم. إذا كان هم يروا أن كل من خالفهم أكثر أسوأ من هذا، هم يرونه خارجي مستباح الدم، وإن كانوا يعني في عهد استضعاف الآن تحت حكومة الوفاق ربما لا يصرحون، لكن إن قوت شوكتهم قليلا وضعفت شوكة المقاومين حول طرابلس سنرى أنياب هؤلاء الذئاب البشرية، وسنرى أفعالهم ما فعل في بنغازي وما فعل في درنة وما فعل في كثير من مناطق ليبيا وما يفعل اليوم في مرزق سيفعله أيضا هؤلاء في طرابلس. نسأل الله عز وجل أن لا يقدر ولا يمكن سيد هؤلاء الأوباشر. شيخ عبد العزيز، شيخ عبد العزيز السوحلي، ربما قضية أيضا شيخ عبد العزيز الإفراط في التزكية والتعالي واعتبار أن المنهج الحق والقول الصواب والدين الصحيح وما إلى ذلك من ألفاظ، ربما فيها نوع من التحزب ومعاملة المسلمين معاملة ليست واحدة، وكمسؤول في الأوقاف هو يفترض أن يكون مسؤول على الجميع بدون تمييز، بدون أن يميز بين أن هذا يتبع الطريقة الفلانية أو المذهب العلاني أو الحزب أو كذا. فكيف تنظر لهذه المسألة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله أولا ونحن نتكلم عن الفتوى وما يتعلق بالفتوى وبخاصة في صدد ركن من أركان الإسلام، مسألة التزكية نرجع إلى عهد عمر رضي الله عنه، كان إذا حضرته أو إذا حضره سؤال كان يجمع للفتوى يعني لفيفا ممن حضروا بدرا، بل كان السائل يأتي إلى الصحابة ويسأل الواحد فينقلها إلى الآخر والآخر ينقلها إلى الذي بعده وهكذا حتى يرجع السائل من غير جواب. هذا يدل على خطورة الفتوى لأنها توقيع عن رب العالمين. الأمر يتعلق بتزكية، هذا أمر حقيقي يعني لا نناكف فيه، ولكن كيف هي التزكية أستاذ عبد الله؟ ومن هو المزكي ومن هو المزكى؟ ونحن الآن يعني في هذا العصر نحن نحتكم ونطمئن في أخذ فتاوينا من المعتبرين المعروفين الراسخين في العلم والذين يتبعون الجهات الرسمية للإفتاء والأكاديميين، ويعني لا مناص لنا من هذه الأمور. فأن آتي برجل وأقول بأنه مزكى من فلان، هذا الأمر يعني لن يكون صالحا في بلد لديها دار إفتاء رسمية ولديها في الدار من العلماء المعروفين الرسميين الذين شهدت لهم ليبيا بالرسوخ والتمكن في الفقه المالكي. فماذا ينفعني أن آتي بكلمة وأن أشهد لفلان بأنه مزكى، وبخاصة إذا كانت التزكية لهذا الرجل ليست من مشائخ ليبيا وليست من علماء ليبيا وليست من مفتي ليبيا وليست وليست وليست، فهذا يزيد الطين بلة وهذا يزيد الأمر إرباكا. فلنكن على خبر صحيح وعلى سبيل صريحة واضحة بينة. الأمر يحتاج في أمور ديننا وفي شرعنا أن نكون على حذر شديد في مسألة الإفتاء، وأن نأخذ فتاوينا فيما يتعلق بأركاننا وبعباداتنا من العلماء المعروفين المشهورين الراسخين في العلم الذين شهدت لهم ليبيا قاطبة بالتمكن والرسوخ والقدم الثابتة في التوقيع وفي الإفتاء وفي إظهار شعائر الدين. عبد العزيز، أما غير ذلك حقيقة عبد الله فهذا الأمر لا يكون مقبولا. قضية الآن تحدثت عن الإفتاء وخاصة ربما هؤلاء مشايخ معدودين، ولكن الأمر ليس فقط في اختيار المفتين، حتى المشرفين، أغلب المشرفين لم يكن كل المشرفين من نفس التيار. يعني لماذا هذا الاحتكار؟ لماذا هل يعني خلاص عقمت ليبيا إلا من هذا التيار فقط؟
يعني لو فعلها، دعني أقول لو فعلها مثلا الإخوان وسيطر على هيئة الأوقاف وجعلوا المشرفين من كل من نفس الجماعة واختاروا أو من حزب العدالة وكذا، لقامت الدنيا ولم تقعد. نعم أستاذ عبد الله، نحن دائما نتحرى ونتثبت ونتبين. إذا كانت الهيئة، وأنا أبتدئها بالشرط، تعمدت في شؤون الحج هنالك أن يكون الموكلون بشؤون الحج هم من تيار معين ولن يكونوا من غير هذا التيار، ويرفضون أي جهة أخرى إلا هذا التيار وهذا المذهب وهذا الفكر، إذا تعمدوا ذلك فهذا حقيقي يعني قد جنوا على أنفسهم وقد ارتكبوا يعني خطأ فظيعا، وقد وسعوا الهوة، وقد يعني وسعوا الخرق على الراقع، وقد يعني جمدوا، ونحن في حاجة إلى الانفتاح وإلى يعني فهذا أمر في غاية الخطورة، وهذا أمر يزيد من هوة الاختلاف ويزيد من يعني التفرق والتشرذم والشتات. إذا كانت هذه النية أنهم يمكنون جهة أو تيارا أو فكرا ويرفضون الطرف الآخر، فحقيقة أنا أنصحهم أن هذا الأمر يربك الليبيين، يعني ونحن الآن في أمس الحاجة إلى الاعتصام، وإلى بالعكس نحن الآن إلى مسألة أو في أمس الحاجة إلى التنويع، يعني إذا الحج هنالك يفترض إذا كنتم أقمتم لجان الحج على فكر معين أو على جهة معينة فمعليش يعني خذوا شوية من هيا، يعني فلنكن ديمقراطيين، نأخذ شوية من الإخوان وشوية من التبليغ وشوية من السلفيين أتباع ربيع المدخلي وشوية من حتى المقاتلة كان هي مازالت موجودة وشوية، هاي خلينا هيك ديمقراطيين، يعني حتى في أمور الحج وفي أمور العبادة الديمقراطية موجودة. أما التعصب فهذا أمر مذموم مشهور، التعصب لا يأتي هو بخير مطلقة، هذا سؤالنا إليهم وهم يسمعوننا، يعني نحن لا نريد هذه التصنيفات جميعا، نريد فقط ليبيين وبمعايير عامة يحكم فيها القانون، وبالتالي تكون هناك تشمل الجميع بدون تمييز ولا تفريق. طيب الشيخ عبد العزيز دعني هو اصحاب هذه التصنيفات استاذ عبد الله، هو اصحاب هذه التصنيفات اللي ذكرتها ليبيين حتى هم، يعني وبالتالي هم جميعا خليهم منفتحه على الجميع، بالتالي يكون المعيار انه كلهم منفتحه على الجميع، كلهم ليبيين مسلمين وبدون تصنيفات، ويكون هناك معايير ثابته هي التي تقيم بدون تمييز بين انتماء فكري او مذهبي او ما هذا هو المفروض الا يكون تمييز، الا يكون هنالك تمييز، هذا هو المفترض وهذا هو الواجب حقيقه. طيب نعود الى الشيخ رياض، وربما كنا ننتظر اتصال اخر من ربما الحاج عبد الرحمن، لماذا لم يجهز؟ طيب لو تحاولين قبل انتهاء الحلقه. الشيخ رياض، ربما الان انت كنت مسؤول عن الشؤون الثقافية والدعوية في الأوقاف، ربما يوجه إليك سؤال، يعني هل قمتم عندما كنتم في هذا المنصب بإقصاء التيار المدخلي من المنابر أو أي تيار آخر ربما من المنابر أو من لجان الحج؟ في الحقيقة ما يتعلق بالحج كان في تلك الفترة لدى حكومة ما يعرف بالحكومة المؤقتة، فلم يكن عندنا عليه سلطة حقيقية. أما ما يتعلق بالمساجد فبالعكس، يعني المداخل كانوا يقصون غيرهم بقوة السلاح، يعني الآن هم يقصون الناس بقوة المنصب ويلزمون الناس بأن يطيعوا الأوقاف بحكم أن الأوقاف الآن تتبع تيارهم. أما سابقا فكان يعني كل ما يقال مثلا مدير مكتب من المداخل بسبب ربما شكاوى حتى أهالي المنطقة، أو يعني أيضا يقال إمام مسجد أو كذا، نجد من هؤلاء المداخل التعدي على الهيئة العامة للأوقاف، نجد منهم التعدي على المكاتب، نجد منهم من يعني يستقدم القوة إلى المساجد ويستعين ببعض يعني الميليشيات من أجل فرض الأئمة، وهذا كله يعني أمر عاصرناه. ونحن نعرف أن كثير من المساجد وكثير من المناطق
يعني سيطر عليها المداخلة ولم يكن لم تقم الأوقاف بإجراء، ربما الإجراء الوحيد هو مسألة أنه كانت هناك ربما شخصيات تحرض على الدولة فتم التنبيه عليها ثم إيقافها، هذه كانت حالة ربما الوحيدة اللي حصلت، أما غير هذا فلم يكن في الحقيقة للأوقاف سلطة حقيقية على المساجد. والإشكالية أنه يعني هذا التيار أنا أرى أنه مسألة إقصائه من عدم، أنا طبعا احترام تقديرنا للشيخ عبد العزيز لكن أنا لا أعتبرهم من التيارات التي تعد يعني تيارات دينية حقيقية، التيار المدخلي أنا أصنفه تيار استخباراتي وأنا هنا يعني أعاملهم بأصولهم كما يتكلمون. قديما كتب أحدهم كتاب لعل الشيخ عبد الله تذكر كتاب القطبية، يعني كانت فكرة الكتاب تدور على أن التيار القطبي يستغل مواسم الحج من أجل الالتقاء بالنقباء ومن أجل نشر دعوة الدعوة القطبية في العالم الإسلامي، فأنا أقول للمداخلة يعني أن الآن ما تقومون به هو ذات ما تصفون به غيركم في هذا الكتاب، يعني كل رأس مدخلي الآن موجود في ليبيا الآن موجود في السعودية بحجة الحج وكلهم سيلتقي مع ربيع المدخلي أو بعض من شخصيات التي ستحركه تحريكا استخباراتيا، وبالتالي أنا مسألة إقصاءه ومحاربة أنا لا 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 أعتقد أنه هو يعني نشكرك جرم الإنسان يتهم به، لكن لا لكن الاعتبارات أمنية وليس الاعتبارات دينية أو شرعية. شكرا نشكرك. نعم نعم أنا أتكلم باعتبار تيار استخباراتي. نعم طيب تيار استخباراتي تجاوزنا ليس لأنه الوقت تيار المخصص ديني. للحلقة نشكرك الشيخ رياض صاكي الخطيب والواعظ، كنت معنا من اسطنبول، كما نشكرك أيضا الشيخ عبد العزيز السويحلي الخطيب والواعظ أيضا كنت معنا من مصراتة، نشكركما شكرا جزيلا، كما نشكر أيضا الحاج عادل الصيد أحد الحجاج الليبيين هذا العام، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.